الانتخابات البلدية 2018. بلديتي بني خيار، عاصمة الذهب الشفاف، عاصمة الزهر، أرض النارنج الفواح. يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن الحادي عشر ميلادي إثر زحف بني هلال على تونس. استوطنها شق منهم بعد أن استهواهم المكان، فبه ماء وخضرة وبحر. سكنها أيضا أندلسيون ممن طردوا من إسبانيا في القرن السابع عشر، فجاءوها محملين بعادات وتقاليد ومنها تقطير الزهر. تقع بلدية بني خيار بولاية نابل، وهي لا تبعد عن مركز الولاية سوى 4 كيلومترات. تتألف من دائرتين، بني خيار وديار بني سالم. تبلغ مساحتها أكثر من 44 كيلومترا مربعا، وتضم 26,490 ساكنا. أحدثت بلدية بني خيار سنة 1958، وسيتألف مجلسها البلدي إثر انتخابات ماي من 24 عضوا. تبلغ نسبة الربط بشبكة الماء الصالح للشرب في بلدية بني خيار 90%، فيما تقدر نسبة الربط بشبكة التنوير المنزلي 87%، و 88% هي نسبة التنوير العمومي. أما نسبة الربط بشبكة تصريف المياه المستعملة فتبلغ 76%، وقاربت نسبة التعبيد فيها 38%. وقد فاقت ميزانية بلدية بني خيار سنة 2017 3,395,000 دينار، ورصدت حوالي 4,680,000 دينار لميزانية سنة 2018. النشاط الاقتصادي في بلدية بني خيار متعدد الأوجه، فنجد فلاحيها يقبلون على تربية الأبقار المنتجة للحليب، كما يزرعون الخضر والغلال ومنها الفراولة، إلى جانب شجرة النارنج، البرتقال المر الذي يستخرج منه ماء الزهر. وقد يكون الأندلسيون هم الذين حملوا معهم تقنية تقطير زهور البرتقال والتي تورثها أبناء الجهة وخاصة السيدة منهم. وإلى جانب المحافظة على الطريقة التقليدية للتقطير، تم تطويرها صناعيا ليقع استخراج كميات مهمة من روح الزهر الموجه للتصدير، والذي يتنافس صانعو العطور الفاخرة على شرائه. وتثمينا لهذه الخصوصية، شرعت جمعية كلنا بني خيار للتنمية في ربيع 2012 في تنظيم مهرجان الزهر السنوي. الجمعية ذاتها بادرت أيضا ببعث مهرجان الحوت صيفا، ففي ابن خيار ميناء للصيد البحري يضم أسطولا يفوق 70 مركبا وفق إحصائيات ولاية نابل. من جهتها تضم المنطقة الصناعية التي تمسح 30 هكتارا قرابة 50 مؤسسة، بينها مؤسسات موجه إنتاجها كليا للتصدير. كما تعد ابن خيار قطبا مهما للصناعات التقليدية من نسيج وتطريز، ووجهة للسياحة الداخلية. في ابن خيار سوق جملة لبيع السمك، وسوق أسبوعية تنتصب كل يوم أحد. في بلدية ابن خيار روضة بلدية وسبع مدارس ابتدائية ومدرسة إعدادية ومعهد ثانوي ومستوصف ومكتب بريد ومكتبتان عموميتان ودار شباب ونادي أطفال وأربعة مراكز إعلامية موجهة للأطفال وقاعة رياضية مغطاة وملعب حي. بين المحافظة على مكتسبات بلدية بني خيار المتعلقة بالبنية التحتية والنظافة وتحسين الإنارة العمومية وإقامة مخافضات سرعة بالشارع الرئيسي وصيانة دار الشباب، تراوحت انتظارات بعض مواطنيها من مجلسهم البلدي المرتقب. أنا من بني خيار ديجا تبدل برشا حاجات، معناها قاعدة تحسن، والبوبالات هذوما جدد وكيس هذا يعملوه جديد. كنظافة صحيح باهية مش خايبة، معناها حومتي بريسك مريح، طريق معتمدية. ناقصة في حكايات كيما الضوء في الليل مثال، ساعات يشعل مخر جملة لأن ما عادش ترى شيء، قاعد تحيس في الليل. لا الإنارة موجود، كياسات متحسنة برشا. فما أحياء معناها اللي ينبيعهم، فما بلايص ساعات تلقى زبلة معناتها مش ملموم. عندنا برد حاولوا يزيدوا يتلاو بيه، قوي الحركة التجارية في البرد. نحن نسكنوا شارع البيئة في ابن خيار، كثير برشا حوادث في شارع البيئة على خاطر ناقصين ليد وضاء. فما برشا حاجات ناقصة نتاع الشباب، والله فما دار الشباب في ابن خيار ناقصة برشا أنس. نشير أخيرا إلى أن عدد ناخبي بلدية بني خيار المسجلين يقدر ب 13,590 ناخب حسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أي ما يعادل 57.4% من عدد سكانها. الانتخابات البلدية 2018.